thank <laughs> you أهلا المشاهدين برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامج لا اعرفه مشاهد من حياة المسيح برحب بضيف الحلقات اسيس ابراهيم وهبي اهلا وسهلا بحضرتك يا اسيس اهلا بيك يا منى سعيد ان احنا نمشي في رحله مع الرب يسوع كده في البرنامج ده واحنا بنتكلم من انجيل مرقس وبنمشي في مشاهد كده من حياه الرب يسوع وتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن معموديه الرب يسوع المسيح وعن التجربه مع ابليس لما اخذه ليجرب وبنكمل حلقتنا النهارده في بعض المشاهد المهمه جدا جدا نقف عند حاجة الاساس امين يمكن بعد المشهد الجميل اللي فيه روح القدس قاد الحرب الروحيه المسيح ابتداها نلاقي مشهد جميل تاني يعني احنا شفنا مشهد معمودية بالروح القدس وبعدين ابتدت الحرب الروحية وبعدين يجي ماركوس يذكر كده جملة تانية ها احنا قلنا ماركوس بيحط جمل في عدد 14 بيقول وبعدما أسلم يوحنا المعمدان جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول دي, دي الكرازة اللي كان بيعملها دي الرسالة دي الوعظة يقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل طيب ف... هنقول عنه ايه بقى في المشهد ده عن الرب يسوع له كل المجد آه الكارز المحرر شوفي ابتدى يسوع خدمته بعد معمودية الروح القدس بأنه يكرز ببشارة بفرح بخبر صار بملكوت الله <applause> يتكلم عن ملكوت الله اللي مش بعيد هناك لكن اللي موجود هنا على الأرض ومرات كتيرة هتلاقي الرب يسوع قال الكلمات دي إن كنت أنا أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله ملكوت الله يختصب والغاصبون يعني بقى حاجة في إيدينا أتهاند خلاص بقينا في إيدينا نمسك الملكوت بعد ما كان فكرة ملكوت الله دي فكرة بعيدة قوي عن التفكير البشري فرغم ان شوفي هنا يربط الروح القدس عن طريق مرقس ازاي الخطه الالهيه عظيمه جدا بعد ما اسلم يوحنا حاجه مؤلمه صح ان خادم بيتكلم عمل نهضه كبيره جدا وراه كل الشعب خرج يتقبض عليه يودع في السجن ينتظر حكم الموت ويموت بسبب امرأة يعني سيئة السمعة لها نفوذ عند الوالي ففي اللحظة دي قبل ما يموت العمل يستمر وكأنه عايز يقول لنا عمل الله لن يقف يعني يوحنا يموت يقتل والمسيح يقود كرازة عظيمة جدا يسوع يصلب ويموت ويقوم ويصعد والكنيسة تبدأ في حملة كرازة ما تنتهيش للنهاردة فالخطة الإلهية دايما مستمرة وهتفضل مستمرة آه المسيح يقودنا بقى في مشهد جميل جدا عن الكرازة اللي بحسب فكر الله أمين. ده المشهد اللي نفسي النهاردة نفكر فيه شوية أمين. أمين. آه فالفكرة اللي, اللي باخدها من هنا ويقول المسيح كان بيقول ايه يعني كان بيلف يقول ايه للناس قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله يعني ايه كمل الزمان يعني الوقت قريب قوي الموضوع بقى الزمان بقى زمان افتقاد الملكوت على الابواب ده اللي كان المسيح بيقوله فما نستغربش لما الناس النهارده تقول ايه ده المجيء الثاني على الابواب ما هي دي الرساله هي دي الرساله من من اول يوم الملكوت موجود المسيح على الأبواب ف الله ابتدى يحط أمور معينة ويحط علامات معينة عشان يدي للناس تجهيز وتهيئ إن الملكوت موجود فأنا نفسي أتكلم شوية عن الجملة دي كمل الزمان يعني خلاص جه الوقت واقترب ملكوت الله إيه بقى اللي عايز أعمله يا رب ما دام الوقت قريب فتوبوا وآمنوا بالإنجيل وكانوا بيقول ايه الوقت قصير قوي توب ده المسيح كان بيقول كانش بيقول حاجة تانية الوقت قريب جدا توب فهل لنتوب اللي نتوب دي الفكرة التوبة فكرة مهمة جدا في إرسالية المسيح وكرازة المسيح قادة مين المحتاج يتوب اه ويعني ايه اتوب يعني ايه معنى التوبة ما لو فهمنا يعني ايه اتوب نعرف مين محتاج يتوب امم يعني سؤال جميل جدا مين يحتاج يتوب هجاوبه بس خليني اقول يعني ايه التوبه تفضل. عشان كل اللي محتاج توبه يتوب وفي الاخر هنلاقي نفسنا عرفنا مين ولا نفسنا كلنا محتاجين للتوبه يعني. ما هو طبعا ايه التوبه دي مم. انا همشي معاكي كده يا منى ومع اعزائنا المشاهدين في رحله في الكتاب المقدس عن الكلمه دي اللي استخدمها المسيح توبه آه يعني ايه التوبه في العهد القديم موجودة. يعني كلمة موجودة وظاهرة في التعليم. م. يعني لو قرينا مثلا يوئيل 2/12 هنلاقي الآية الجميلة دي اللي الروح القدس بيعلمنا فيها يعني إيه؟ توبة. يا اليمن. يوئيل 2/12 ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا الى رب الهكم لانه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرافه ويندم على الشر لعله يندم ويرجع فيبقي وراءه بركه تقدمه وسكيبا للرب الهكم. كلام جميل جدا يبقى هو بيقول لهم ايه توبوا اعملوا ايه لما تتوبوا؟ ارجع للرب بكل ارجع بكل قلبك بالصوم بالصوم والبكاء والبكاء, والبكاء والنوح والنواح م. وايه؟ ومزق ومز قلبك, قلبك لا, ثيابك. لا ثيابك الناس كانت بتتوب زمان بانها تقطع هدومها مثلا بجد يعني كانوا يعملوا مناظر للتوبه المسيح مش عايزنا نعمل مظاهر كده يعني. المظاهر دي والمناظر دي لا تصلح التوبه هي توبه قلب أي. فده اول معنى في العهد القديم وفيها مشاعر مش عيب ان ابكي وانا بتوب الناس تقول لك ما هو بكى كتير ما هو وماله الرثاء والنوح والمشاعر الحزينة جزء من التوبة ومقترنة بالتوبة لكن هي مش كل التوبة فده أول معنى أن التوبة فيها نوع من الانتفاضة على الوضع الحالي من الخطية فده ده دي التوبة في مظهر تاني مهم بجانب مشاعري الحزينة وقلبي الممزق في حزقيال 18 30 ال 32 بيقول ايات مهمه جدا عن التوبه بمعنى مهم جدا ينقصنا مرات في هذه الايام. حزقيال 18 وعدد 30. 30 من اجل ذلك اقضي عليكم يا بيت اسرائيل كل واحد كطرقه يقول سيد الرب توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم ولا يكن لكم الاثم مهلكه. اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها واعملوا لانفسكم قلبا جديدا وروحا جديده فلماذا تموتون يا بيت اسرائيل؟ لاني لا اسر بموت من يموت يقول السيد الرب فارجعوا واحيوا. جميل يقول لهم ايه اهم كلمه هنا ارجعوا. لف وارجع لان انت ماشي في سكه غلط وكانه هنا بيقول لي انك لازم تتحول في الطريق اللي انت ماشي فيه. إذا كنت ماشي في يعني طريق زلق وبتتزحلق ونازل للخطية الرب يقول لك ارجع مرات ده بيبقى صعب جدا يعني مش قادر واحد لو أنا بتزحلق في طريق مش هقدر أرجع لوحدي فنعمة الله اللي بتقودني وبتقومني لكن التوبة أهم ما فيها في العهد القديم هي تغيير اتجاه يعني إيه بقى تغيير اتجاه ناحية الخطية وتغيير اتجاه ناحية الله مم. بمعنى ايه ناحيه الخطيه وناحيه الله يحدي. يعني انا ماشي بجري ناحيه الخطيه عشان اتممها هقف وانا بجري ناحيه الخطيه عشان اتممها انا بهرب من ربنا وراي فالله خلفي والخطيه امام أي. انا عايز الف مم. يبقى دايما جعلت الرب امامي في كل حين هو عن يميني فلا اتزعزع كيف ال... اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله يعني مم. عارفه من الحاجات الجميله ان انت ت... يعني تفتكر دايما وانت رايح للخطيه ان يسوع حلو وانه بيحبك فلف وارجع حتى وانت في اللحظات الـ الـ اللي فيها تغلط يعني مرات احنا نقول ما خلاص يعني اكمل بقى بدل ما انا لا ما لو اكتشفت ان انت بتغلط اقف واجري اهرب ده مهم جدا فتغيير الاتجاه علشان كده في العهد القديم دول الفكرتين الرئيسيتين اللي هو مشاعر الحزن والبكاء والنواح وتغيير الاتجاه طيب معلش في اي حاره الاساس في جزء الارناف حزقيال 18 مم. من 30 ل 32 30 آه نتامل فيه بسرعه قبل ما نختم حلقتنا اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها علي واعملوا لانفسكم قلبا جديدا وروحا جديده هو انا اللي بعمل لنفسي قلب جديد وروح جديده ولا بنصلي من روح جديدا اخلق في الله وروحا مستقيما وكده انا أيه. اللي بعمل ولا رب اللي بيعمل لا ما هي فكره جميله جدا ما احنا بنقول ايه احنا بنعمل لنفسنا خطايا بنصنع طرق للخطايا فبيقول طب ايه بعد يعني يمكن نفهمها أكتر في العهد الجديد انه بعد ما قدمتم اعضاءكم الات اثم للخطيه قدموا ارواحكم واجسادكم وافكاركم الات بر لله انا اللي عليا دور يا منى انا مش مجرد شخص كده قاعد ربنا هيروح ناتشني من الخطيه وانا أع لا الله يريد ان انا اعمل لنفسي طرق مستقيمة فاللي كان معوق في حياتي لازم أقفله فده الجزء الجهاد الروحي اللي فيه ايه أهلاً. بنعمة الله انا مش هقرر اتزحلق في الطين تاني مم. مم. ده اللي المقصود بيه اعمله ده المقصود بيه قلبا جديدا قلبا محمد. جديدا وده في العهد القديم لكن في طبعا تعليم كبير عن التوبة في العهد الجديد مم. كلمات بعينها استخدمها الكتاب المقدس بالنعمه انتم مخلصون بالايمان بالايمان وليس منكم و... هو عطية الله ليس من أعمال لا يفتخر احد تمام في, في في العهد الجديد اعمال 19 وعدد ثلاثه واربعه لفظ استخدمه الوحي المقدس عشان يقول لنا يعني ايه توبه فبيقول كده فقال لهم بماذا اعتمدتم فقالوا بمعموديه يوحنا فقال بولس ان يوحنا عمد بمعموديه التوبه التوبه هنا الكلمه اللي استخدمها العهد الجديد كلمه معناها اولا تغيير الفكر مم. الطريقه اللي انا بفكر بيها لازم تتغير لازم يحصل تحول عميق في داخلي تقول لي طب ازاي ما هي افكاري سيئه اقول لك بانه تاخد مصادر جديده لتنقيه فكرك زي ما ما بنقول لو قعدت اغذي فكري بامور شريره اللي هيطلع علي اعمال شريره لكن لو ابتديت احط افكار المسيح في قلبي هنا ده جزء من التوبه على فكره ده جزء من التغذيه الروحيه اللي بتقودنا للتوبه هقول آه تعبير قاله واحد من رجل النهضات عظيم جدا وبعدها لو عايزه تطلعينا فاصل طلع فتشارلز فيني بيقول تشارلز فيني ده شخص كان رجل نهضات غير عادي يعني كان بيمر على اماكن وهو في القطار يصلي فالناس في الحانات اللي هو ما بيشوفوهوش ولا يشوفهم بيسقطوا على وجوههم ايه بيتوبوا عن خطاياهم ويقبلوا المسيح من غير ما يبقوا يت... ما ي... موجودين مع بعض روح الله كان بيستخدمه بقوة فبيقول كده التوبة تتضمن يعني معناها توفيق الفكر والقلب توفيق الفكر والقلب المشاعر والأفكار عن كل مجادلة مع الله يا رب انا اصل معلش الخطيه دي مش عارف ايه يا رب انت لازم تبطل تجادل مع ربنا في حته الخطيه في الخطيه ما كلام اه ما ينفعش ان انت تحاول تقنع ربنا ان اللي انت عملته ده ما هوش خطيه قوي يعني او ليه عذر يعني لا مش بس ان دي مش خطيه قوي يعني م. يعني احنا مرات نحاول نبرر لنفسينا فكره الخطيه هنا في خطا زي حواء في الجنه لما اخذت وقالت له يعني معلش هيحصل ايه يعني خد هنبقى زيه هي بتحاول تح... تحول الخطيه لحاجه بسيطه تحللها يعني فده مش هينفع وتتضمن يقول لنا تشارلز فيني اقتناع بانه الله على حق بالكامل وانني على باطل بالكامل او على خطا بالكامل وتشمل ترك كل الاعذار والمبررات بخصوص الخطيه تركا قلبيا الكلام الكبير ده عايز تفسير بعد ما ناخد فاصل قصير ونرجع نكمل طيب. خليكم معانا أحباء المشاهدين فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج، إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714 709 4300. أو إرسل لنا على البريد الإلكتروني info@akarma.tv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.akarma.tv.com أو رسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740. رجعنا معاكم احبائنا المشاهدين بنتكلم عن موضوع مهم ومفهوم مهم عن التوبه وبنستكمل موضوعنا معاكم اهلا وسهلا بحضرتك يا اهلا بيك وقبل الفاصل حضرتك قلت لنا كلمه قالها تشارلز فيني كلام كبير كده نفسي تعيدوا علينا وتقولوا لنا بالتفصيل <applause> طيب اتفضل المسيح وهو بيقدم رساله دل... الكرازه ركز على التوبه و... و... وانا بحاول اقول معنى قاله تشارلز فيني اتفضل بيقول التوبه عباره عن توفيق الفكر والقلب علشان ما يجادلوش مع ربنا. بطل تجادل معاه، الخطية خطية. ده معناته إن قلبي وفكري يوافقوا إن الله من جهة الوصايا اللي بيقول لي ما تعملش الحاجات دي أو إعمل الحاجات دي هو على حق بالكامل. وإن أنا لما بكسر الوصية أنا على باطل وعلى خطأ بالكامل. فالنتيجة اللي هتحصل إن أنا هبطل أشوف أعذار ومبررات وأمور اعلق عليها خطيتي وابتدي أطيع الرب في وصايا فالتوبة مش مجرد انا بتوب لا ده انا عايز النهارده أقول لك الكتاب قصد ايه بكلمة التوبة الموضوع عميق جدا التوبة تغيير اتجاه ف... فأول حاجة نفسي أتكلم فيها هنا أني لاحظت يعني أن احنا بن... بنفهم التوبة بطريقة مش مظبوطة هقول لك شوية معاني أو ألفاظ الناس بتقول أنا توبت م. ونقول هل دي توبة حقيقية ولا لا؟ هل التوبة هي إن أنا أحس بالذنب؟ هل التوبة إن أنا أحس بالذنب؟ يعني أنا مش بسألك لكن أنا بحاول أقول للمشاهدين كمان هل التوبة إن أحس بالذنب؟ واحد عمل خطية فحاسس بالذنب، هل دي توبة؟ بصوا الكتاب ونقول هي توبة ولا لا أعمال 24 25 بيقول وبينما كان بولس يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون ارتعب في فيليكس وأجاب أما الآن فاذهب ومتى حصلت على وقت أستدعيه فهو شعر بإيه فيليكس بالرعب من الكلام اللي بالرعب ليه؟ لأنه حاسس إنه, إنه مذنب هل إحساسك بالذنب هو توبة؟ لا انت حاسس ان واحد قتل واحد وحاسس بالذنب قايين عمل كده على فكره وحس بالذنب وقال له كل من يجدني يقتلني وخاف ارتعب لكن هذا الاحساس بالذنب والخوف بسبب الخطيه مش توبه فده اول حاجه مش توبه مش عايزين نقول ان انا حاسس بالذنب فعلا يبقى انت توبت انت لم تتب بعد لان فيليكس عمل ايه حاسس بالذنب وارتعب ما هو ارتعب ليه لانه شعر انه مذنب ومع ذلك ما تابش فالذنب احساس بالذنب مش توبه طب سؤال تاني أه. هل التوبه احساس بالاسف انه انا اي فيل سوري فور وات اي يعني حاسس اه حاسس أن, ان انا عملت خطيه معينه فانا متالم ومؤاسف جدا في قلبي ان انا ارتكبت الخطيه ده ب... ده البدايه نقدر <متحدث> نقول ده البداية لكن ده مش كل حاجة الشعور دوت يعني يعني لاحظت من غير ما أقول تفاسير يعني تفصيل كتير في واحد عمل جرم شنيع وقتل ولاد صغيرين بطريقة ما خلال الأيام الماضية دي حاجة جت في التلفزيون حاجة يعني. جت في التلفزيون وبعدين وقف قدام الكاميرات وقال أنا كنت بقتل الولاد دول دفاع عن فكر معين معتقده ف... بس انا حاسس بالاسف دلوقتي هل ده توبه لا هل القاضي هياخد الكلام ده ويقول له يا حاج برافو عليك انت حاسس بالاسف خلاص احنا نطلعك براءه لا هو لا للاسف الاسف بتاعه مش هيرجع الاطفال اللي ماتوا ما عشان يعني. كده خد اعدام بعدها م. فالفك اذا كان القاضي الارضي بيقول لي ان الاسف لا يكفي فانت انت حاسس انك متاسف على خطاياك ده مش ده ممكن ما يبقاش حزن من ربنا ده ممكن يبقى احساسك انك فضحت نفسك قدام الناس فلانك شعرت انك اتفضحت وان الناس ادانتك على خطيتك اللي عملتها شاعر بالاسف لكن هذا الاسف ليس توبه اللي انت قلتيه من شويه جميل ان هو بدايه بس انهي انهي اسف يا منى كورنثوس الثانيه عشرة سبعة بيقول لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة والله. لخلاص بلوص. بلا ندامة. ندامة أما حزن العالم فينشئ موت طب. أجيب لك مثال شهير جدا في الكتاب المقدس اثنين عملوا نفس تقريبا نفس الخطيه عرفت انت ها بطرس ويهوذا واحد أنكر والتاني سلم أو واحد سلم والتاني أنكر،, أنكر. خ... الاتنين خانوا. أنكروا الرب يسوع، واحد أنكر الرب يسوع آه. المسيح وواحد أسلمه ب 30 من الفضة الرؤساء والاتنين آه. خانوا المسيح صح؟ مزر. خانوا العهد. يهوذا تأسف لدرجة يمكن أقوى من بطرس. حسب بالذنب بقى والأسف وكل اللي حضرتك بتقول عليه ده. فرح شنق نفسه. مم. لأنه تألم أكتر. حس إنه مفيش رجاء بقى، مفيش فمات، رجوع. مات. ينشئ موت، الحزن هلك. ده ينشئ هلك. موت. هلك. 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 أو مات. أو مات, مات بس ما هالك. امل مات هالك من آه مات هالك. يعني. لكن بطرس حزن بنظره يسوع شوف الفرق الكبير فانشا في داخله نظره المسيح اللي بيقول له اوعى تروح مني المسيح ما كانش بيدينه على فكره المسيح كان بيقول له اوعى تعمل زي يهوذا اوعى تياس اوعى تياس يا بطرس من خطيتك فانشا بهذا الحزن المسيح انشا في قلب بطرس توبه فرجع للمسيح خرج الى خارج وبكى بكاء بكى بكاء مر وكل ده بس رجع للمسيح هي دي الفرق بين الاسف والاحساس بالحزن اللي بحسب العالم وكان ممكن رد الفعل يبقى عكسي ده حسب الشخص يعني آه. لو كان يهوذا تاب ورجع كان ربه هيقبل توبته توب انا بحاول توب لو اشرح ولو بطرس كان يئس كان ممكن يطلع نفسه فهو الديبينز ما حضرتك بتوضح لنا على رد فعل الشخص نفسه مش عايز اقول يعني حاجه لا موجود. اهم من رد فعل الشخص يا مون مم. عايز اقول مين اللي انشا التوبه مم. لو اللي انشا التوبه انا بسبب ان انا خايف على كبريائي وانا اتفضحت ما اهوز اكيد فكر كده هرجع ازاي وسط التلاميذ فالحزن نشا من الذات فالنتيجه ايه إنه يأس لا راجع الثاني بطرس الحزن بتاعه نشأ من نظرة يسوع بحسب الروح محبة الله لي. فمحبة الله جذبته من اليأس فمن فضلك لو أنت عايز تتوب بص ليسوع ما تهربش منه وهو ينظر لك وينظر لك نظرة ويقول لك بحبك ما يهمكش اللي أنت فيه أنا هنضفك أنا هرجعك دي 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 تاني معنى متضمن في الكتاب المقدس في العهد الجديد معاني ليست التوبه التوبه مش كده نقول معنى كمان اتفضل التوبه مش مجرد المحاوله بانك تكون شخص افضل انك تحسن من نفسك انك تجتهد اجتهاد ذاتي بالصوم والصلاه والاعمال الخير والبر وال, وال... تشعر نفسك كده ان انت لازم تتوب وانك تحسس نفسك انه انه جوايا نجاسه فانا احسن من اعمالي الكتاب بيقول لنا غير كده في اشعياء 64 6 بيقول قد صرنا كلنا كنجس كل اللي فينا نجاسه وكثوب عده يعني ثوب متعفن كل اعمال برنا ذابلنا كورقه واثمنا كريح تحملنا شايف دي اعمالنا بتعمل ايه يعني انت لما تتوب تعمل ايه عشان ربنا يرضى عنك تعمل ايه زي ما انت قلتي اللي قتل ده الولاد الصغيرين يعني لما اتاسف هت... لما يعمل ايه هيرجع الولاد مش هيرجعهم يروحوا خلاص وكل اعمالنا تسعد فمهما عملت التوبه مش اعمال التوبه تنشي اعمال لكن مش هعمل حاجه عشان اتوب بيها انا هاجي للرب واقول له انا خاطي ف التوبه مش ان انت تحاول تحسن من نفسك دي نقطة مهمة قوي لأن في ناس كثيرة واقعة تحت المفهوم ده، لا أنا أنضف نفسي كده وأحسن من نفسي وأعمل شوية أعمال صالحة عشان لما أروح لربنا يبقى شكلي كويس مش هروح له كده بالخطية ولا لكن هعمل حاجات بس عشان أقول له يا رب أهو أنا عملت وأنا بقيت أحسن شوية فيعني يدي لربنا أن يقبلني مثلا يعني ما هو زي واحد ديني. راح للدكتور وكان عنده آه زي ورم أو أو خراج أو حاجة شكلها وحش فقال طب انا انضف نفسي وبعدين ابقى اروح للدكتور يعالجني ينفع لا اللي هيحصل ان انت هتنشر ال 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 الانفكشن <applause> أو, او الالتهاب ده او ال 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 السم ده في في كل الدم فجسمك كله يضرب هتعمل ايه يا مسكين يا انسان علشان تتوب ما ينفعش اعمل ينفع انك تيجي للرب فالتوبه مش مجرد تحسن من نفسك التوبه مش مجرد انك تعمل اعمال دينيه. اعمال صالحه يعني. اعمال بقى صالحه بقى علشان ايه؟ مش اعمال صالحه بس اعمال تعبديه لله الاله الواحد انت اعمل بقى حاجات كده عشان يرضى عنك. فانت غلطت النهارده فتستنى على نفسك شويه كده وبكره تعمل شويه اعمال دينيه صالحه كده. تصلي اكتر تصوم شويه تطلع اموال تتبرع لمش عارف ايه. تعالي نبص للكتاب المقدس متى 3 ده يوحنا بيقول الكلام ده. يوحنا المعمدان بيقول الكلام ده فلما راى كثيرون من الفريسيين والصديقيين ياتون الى معموديته متى 3 7 يوحنا صرخ فيهم يا اولاد الافاعي شوفي يعني هو مش بيشتمهم على فكره هو بيقول لهم انتم في سلوككم الديني كالافعى بتتلوع يعني بتحاولوا تضحكوا على الله من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبه ولا تفتكروا في انفسكم ان ان ابراهيم لنا ابا لان كل شجره لا تصنع ثمر جيدا تقطع وتلقى في النار مهما حاولت الشجره انها تطلع ثمر جيد وهي شجره ثمرها رديء لا يمكن تصنع شيء فيسوع في رد على الكتبه والفريسيين مرات ومرات وقال لهم كده ان لم يزد بركم للمؤمنين يعني ان لم يزد بركم عن الكتبه والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني ايه يا رب عايزني اعمل اعمال دينيه صالحه؟ قال لي لا مش هتقدر لان الكتبه والفريسيين بيشتغلوا 24 ساعه اعمال صالحه ومع ذلك مش هيكونوا في الملكوت لانه اعمالهم الدينيه مش توبه. مم. فمهما حاولت تعمل من اعمال دينيه هذه ليست توبه. فاحنا مرات نفتكر طب انا اعمل آه شويه تدين كده لكن لا اخر فكره اقولها عن التوبه التي ليست بحسب الله انك تعرفي الحق دي مش توبه. التوبه ليس مجرد معرفتك للحق انك تقبل الافكار الذهنيه آه و و وتقول هي صح ده مش معناه ان انت تبت انك تقول فعلا زي ما اجي كده يا منى اقول لك ايه انت غلطتي في الموضوع ده يا منى فانت تقولي لي ايه اه انا فعلا مقتنع اني غلطت هل اقتناعك ده توبه لا يكفي اقول الايه دي يقول كده انت تؤمن يعقوب 2 19 و20 انت تؤمن ان الله واحد حلو برافو عليك انت كوي. لا قال لا حسنا تفعل كويس بس الشياطين يؤمنون ويقشعرون ده ده ايمانهم بيديلهم خوف انت بتؤمن ان الله واحد ومش بتخافه مرات فالشيطان نفسه بيؤمن ان الله واحد موحد يعني الشيطان ده فيؤمن ان الله واحد ويقشعر لكن هل تريد ان تعلم ايها الانسان الباطل الباطل في ايمانك يعني ان الايمان بدون اعمال ايه ميت في ذاته فبدون اعمال تظهر التوبه توبتي ليس لها مكان فده دول الخمس نقط اللي المؤمنين والخطاب يقعوا فيهم ونعمل أعمال صالحة نعرف معرفة نحس بالذنب نشعر بالخوف كل دي مش التوبة ولينا لقاءات أخرى حضرتك نوضح فيها ما هي توبة والرب بيطلبها مننا المقبولة أنا لحد ما نقابلهم بقى عشان لو حد ما لحقش لا, لا التوبة يا رب توبني فأتوب آمين آمين م. وده يديكم فرصة احبائنا المشاهدين تتابعونا في الحلقة الجاية عشان نعرف ما هي التوبة الحقيقية في نظر الله شكرا لمتابعتكم والى اللقاء